نتكلم على لقطه كابتن محمود الخطيب، ويا ريت تجيبها لنا برده يا جماعه في مباراه الامس امام فريق مصر المقصه، بعد الهدف الثاني بتحديد لوليد ازارو ورد فعل تلقائي وطبيعي جدا من مش رئيس نادي الاهلي، من واحد من جمهور النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب. بصوا بقى حضراتكم اللقطه، طبعا الاستاذ العمري فاروق كمان نائب رئيس النادي الاهلي، بص الانفعال وبص الحماس اللي هو فيه والضغط اللي هم فيه، خالد الاستاذ خالد الدرندلي برضو قاعد جنبهم، الحزن واضح جدا على اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، لكن لقطه كابتن محمود الخطيب بص بيبوس ايده وشه وظهره، دي لقطه تلقائيه لواحد من جمهور النادي الاهلي. البعض، انا لسه زمايلي في الاعداد سواء عمرو فهمي او احمد نبيل بيقولوا لي الناس بتنتقد هذه اللقطه من كابتن محمود الخطيب، هو يا جماعه الانتقاد لمجرد انتقاد ولا ايه؟ انا مش عارف يعني، انا ما اعرفش مين انتقد ولا مين عمل، لكن ليه بتنتقد؟ ايه الانتقاد في اللقطه دي يعني؟ واحد اهلاوي جدا رئيس النادي الاهلي يا عم، ايه المشكله؟ بيساند الفريق وتفاعل مع الهدف وبيحمد ربنا وبيبوس ايده وشه وظهره، لقطه بصريحه مميزه جدا للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، فبالتالي ده شيء مهم جدا جدا، وان شاء الله باذن الله كل العوامل وكل الاقدار والظروف تقود النادي الاهلي للانتصار، نتمنى يكون كبير جدا ويتاهل من خلاله النادي الاهلي للادوار المقبله من بطوله دوري ابطال افريقيا.